أنت؟ يقتل الأبرش ويهرب، وأنتم ثلاثة؟ إنه يقاتل بضراوة ويعدو كحصان هارب. فلم تتعرفوا إليه؟ لن تصدق يا شقيف. لن أصدق ماذا؟ لن تصدق من هو. ادفنوه بشكل لائق. خالد العربي، الرجل الذي التقيناه في رحلة الصيد. الرجل الذي أقرضتموه؟ الأبرش من بقي ليتأكد من موته، بينما جئناك لنطمئن عليك. تذكر هذا جيدا يا شقيف؟ خالد، إنه رجل واحد كما توقعت يا زمردة. إنه ينتقم بشكل جيد. كان علي أن أقتله بيدي لأتأكد من موته، لكن الفرصة لم تفوت بعد. رجل واحد يتجرأ علينا في وضح النهار، أي رجل هذا يا شقيف؟ رجل مجروح مكلوم، قتلت أهله كلهم حتى طفلته عائشة، وسيلحق بهم قريبا.